مساء الخير عليكم كاملين، كنتمنى تكونوا بخير الاخوان. وصلني داك الفيديو كتصيفطوا ليا مساجات، وراه وصلني الفيديو وطاقوني فيه وانا ما عاودتش حطيته وما غنقدرش نعاود نحطو. وعافاكم الدراري اللي عندهم داك الفيديو ما باقيش حطوه، ما باقاش تريبوستيو الا وصلكم. راه تكون فيكم شويه الانسانيه، ما تبوستيوش هذوك المناظر بحال هكاك. كسيد كان مغربي ولا ماشي مغربي، الله يرحمه والله يوسع عليه. وشنو نقول لكم، ما قدرتش حتى نشوف هذاك المنظر. مهم، الحمد لله والله يوصل الدراري ديال السومي على خير. وهذاك الدري الله يرحمه، والله انا ما كنعرف ما نقول لكم حق الله، حيت اي واحد كان ممكن يتعرض في هذاك الموقف بحال هكاك. اي طالب ولا اي انسان، ولا ماشي غير طالب، اي واحد اوكراني كان ممكن يتحط في هذاك الموقف بحال هكاك. شنو نقول لكم، بغيت غير نوصيكم اللي عنده هذاك الفيديو ولا اللي وصل داك الفيديو، عرض الله ما بقيش تبوستيوه. راه كاينه واحد الحرمه ديال الميت، وانا كنقول الله يكون في عوان والدين هاد السيد اللي غيشوفوا هذاك الفيديو بحال هكاك. وان شاء الله تعرف الجنسيه ديالو ولا تعرف شكون هو في اقرب وقت ممكن. المهم فاش تكون عندنا شي معلومه غنقولوها وصافي. هذا الله هو شي صعيب بزاف، والله يقوي الناس اللي باقيين تما، يا ربي تعطيهم القوه وتعطيهم الصبر حتى يدوزوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تداولوا في مواقع التواصل الاجتماعي عده فيديوهات ديال الشاب ميس مسكين الله يرحمه ويسع عليه، مات بالبرد. فكان تيحاول انه يقطع الحدود الأوكرانية، ولكن للاسف وفاته المنيه، فالله يرحمه ويسع عليه ويصبر الاهل ديالو. لحد الساعه ما معروفاش الجنسيه ديالو ولا الهويه ديالو، منين هو ويعني الاصل ديالو منين. على العموم كون كان مغربي كانت الاخبار غادي تنتشر بسرعه، وكنتمنوا يعني ان جميع العالقين انهم يخرجوا بخير وعلى خير. في الحقيقه كما قالت الطالبه سلمى، فالفيديو صعيب ان الانسان يشوفه، فيه واحد المشهد اللي كيبقى فيك هذاك الانسان المسكين كما كنقولوا مكنزز بالبرد. فكنتمنى ان الناس اللي حاطين هذا الفيديو يحيدوه، لان كاين اهالي وكاين اسر اللي مازال ولادهم ما رجعوش ليهم، غادي يتخلعوا ملي غادي يشوفوا داك الفيديو. كنتمنى انهم يتفهموا الامر والله يرجعهم بخير وعلى خير.